احنا يكذب من ينسب ان باننا نقول ان ائمتنا مشرعون. ائمتنا يشرعون، يعني هم مثل ما ينزل حكم شرعي بالقران يجي الامام يعطي حكم شرعي، يشرع من قبله، من قبل نفسه. معاذ الله، ما عندنا هالقول هذا. ائمتنا ينقلون بس عن رسول الله، ورسول الله ينقل عن السماء. الواسطه بيننا وبين رسول، الواسطه المامونه. شان اوضح لك المعنى لانها نقطه مهمه. شنو معنى الواسطه المامونه؟ يعني ارجوك انا لما ارجع الى الوسائط الاخرى اجد عند الوسائط الاخرى بلايا. يعني مثلا خلي اضرب لك بعض الامثله. مثلا واحد من الصحابه يروي عن النبي ان النبي صلى الله عليه واله قال: لا عدوى ولا هام ولا طياره. عدوى ما اكو. زين، قام له واحد من الاعراب قال له: يا رسول الله، انا جاي اشوف هاي الجمال اللي عندي، انا عندي ابل، عندي جمال، هاي جمالي اذا واحد يتمرض بالجرب يعدي الباقيات كلها، كلها تنعدي. منين اجى هذا؟ قال له: فمن اعدى الاول انما هو القدر. فمن اعدى الاول، خو ما يمنع ان يكون طرق العدوى مختلفه، مره طرق العدوى تيجي راسا من اختلال بيولوجي مثلا، او من عامل من العوامل الداخليه، ومره تجي من عامل من العوامل الخارجيه. لان انت اذا تيجي تثبت لي ان النبي يقول لا عدوى، العدوى ما موجوده، معناه ان النبي ناقض نفسه. شلون يعني ناقض نفسه؟ والنبي صلى الله عليه واله كان يقولهم لاصحابه، يقولهم: اذا رايتم الطاعون ببلد فلا تهبطوا، اذا الوباء صار ببلد لا تنزلون بذاك البلد، واذا وقع وانتم في ذلك البلد فلا تخرجوا، لا تطلعون تنقلون الطاعون الى الاخرين. هذا الراي صريح بالعدوى. بعدين اكو اشياء واقعيه امام عيوننا الان، جاي نلاحظ ان العدوى الله ربط الاسباب بمسبباتها، ومن جمله الاسباب انتقال العدوى من المريض الى الصحيح، هذا سبب من الاسباب موجود. وهذا لا ينافي الدين ولا ينافي العقيده. فاذا النبي يامر وينص على ان العدوى موجوده، يجي مره اخرى يناقض نفسه يقول لا عدوى. من اعدى الاول، الاول عدي بسبب من الاسباب. وإن كان بصحة، هاي الصحة انتقل منها للمرض. ليش انتقل؟ لكل محدث أو لكل حادث محدث. من اللي أصاب بالمرض؟ إما يعني طرق، كأنه طرق العدوى لها أسباب، مرة يكون اختلال جسدي، مرة يكون لا طارئ من الخارج، هاي وحدة وسيلة من وسائل العدوى. فأنا لما تجيني الرواية عن النبي عن هالطريقة، هي سهلة، لكن تسمعني هالرواية، خل أنقل لك بعض الروايات. مثلا يروي البخاري، اللي يحب خل يشوف في تفسير سورة الإسراء من صحيح البخاري، يقول: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة ونظروا إلى ما في ساحة القيامة من أهوال، يعني أنقل لك المضمون، نقلوا ما نظروا إلى ما في ساحة القيامة من أهوال ومن عذاب ومن رعب ومن مشاءلة، يفزعون يخافون. يقول يجون رأسا إلى آدم عليه السلام، يقول له: يا أبانا، أنت أبونا والله خلقك بيده، وأنت إلك جاه منزل عنده، احنا نريد من عندك تأتي تشفع لنا حتى ترفع الرعب عنا. قول قال لهم آدم: لا، أنا نهيت عن الأكل من الشجرة وما انتهيت، ومعنى ذلك أني أنا خجلان ما أقدر، والله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله بعد ذلك ولا قبل ذلك عليه، أنا اعفوني من المهمة هاي، ما أقدر أشفع لكم عند الله بأن يرفع عنكم الشعور بالرعب أو بالخوف. زين، اذهبوا إلى نوح. يقول وداهم إلى نوح، جاءوا إلى نوح قالوا له: يا نبي الله، أنت من أنبياء الله عز وجل وممن رعاه الله وعني به،
وعليه أنت الآن بوسعك أن تخلصنا من هذا الرعب، من هذا الخوف، تشوف أهوال القيامة. يقول فالتفت نوح إليهم، قالهم إن الله قد غضب غضبا في هذا اليوم لم يغضب مثله ولا يغضب مثله بعد ذلك، وأنا لا سبيل إلي أن أذهب إلى الله، لأن عندي ما يمنعني من الذهاب إلى الله والاستشفاع لكم. اذهبوا إلى إبراهيم. يقول يجون إلى إبراهيم يقولوا له يا أبا الأنبياء، أنت أنجاك الله من النار، أنت خليل الرحمن، نعم إيه، وإحنا جايك نستشفع بك إلى الله، ويريد من عندك تشفع لنا عند الله حتى يرفع عنا هذا الخوف، يؤمننا من العقاب. يقولهم إن الله قد غضب غضبا في هذا اليوم لم يغضب مثله ولا يغضب مثله بعد ذلك، وأنا قد كذبت 3 كذبات، وهنا لأني كذبت 3 كذبات ما أقدر أنا أروح إلى الله أستشفع لكم. طيب إذن يقولهم روحوا إلى موسى، فيأتون إلى موسى عليه السلام يقولوا له يا موسى يا كليم الله، أنت حبيب وإلك مكان عند الله، تعال اشفع لنا لأنه إحنا بحالة رعب وهلع. يقول لهم موسى إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، والله قد غضب غضبا لم يغضب مثله في مثل هذا اليوم ولا بعد هذا، عليه أنا ما أقدر. اذهبوا إلى عيسى. يقول يجون إلى عيسى، فإذا جاءوا إلى عيسى عليه السلام يطرحون عليه يقولوا لا أنت روح الله وكلمته، وأنت بوسعك أن تشفع لنا، تخلصنا من هذا الرعب، من هذا الخوف، مما أصابنا من الفزع. يقولهم إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله في قبل هذا ولا بعد هذا، أنا لا يشعني أن أطلب من الله لكم الأمن والأمان مثلا. فيقولون بعد ذلك يجون للنبي، إذا أجوا إلى النبي النبي يأخذهم بيده يشفع لهم. من يروي هالعبقريات هاي؟ ها؟ يرويها واحد ماخذ مساحة، الله وكيلك إذا تدور عليه ابن أبي طالب كله ما ماخذ 1 على 100 من المساحة هذا اللي ماخذها بوسائل الإعلام، ها؟ أبو هريرة. فتأمل، أرجوك هؤلاء الأنبياء هذول مو أنبياء الله، مو أحباؤه، مو أعزاؤه، الله تبارك وتعالى كرم رسله هذول أولو عزم، كرم أنبياءه وكرم رسله. إذا مسألة الشفاعة جائزة مثل ما جوز للنبي جوز لهؤلاء، إذا ما جوز نعم ليش ما جوز مثلا لهؤلاء وجوز لهذا فقط؟ إذا نريد نرفع من قدر النبي ما نرفع من قدر النبي بمثل هذا، مو إحنا مو نقرأ القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. طيب هاي مو تفرقة بين الرسل، هاي مو منافات لهذا المضمون القرآن. طيب مثلا تلقى من هالنوع يقول زيد ابن عمرو ابن نفيل اجا قبل ما ينزل الوحي على النبي، هذا كان من الموحدين قبل الإسلام، والنبي عزمه إلى البيت، دعاه إلى بيته وجاب له طبق، الطبق به لحم وبه خبز. اللحم منين؟ يقول مما ذبح على النصب، هذا اللحم أخذوه إلى مما كان يذبح على النصب، على المعبود، على الصنم. فلما نظر زيد بن عمرو بن نفيل إلى اللحم قال له أنا لا أكل لحما ذبح لغير الله، أنا ما أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يقول النبي رجعه، وبعد ذلك النبي ما أكل من اللحم، يعني ما كان يعرف أن الشيء اللي ينذبح على النصب ينافي النبوة. لما نبه زيد ابن نفيل تحت الروايات اللي من وكلها بقلب الصحاح، ها مصيبة يا أخي بلا علاية. احنا هذا المعنى الحمد لله ما عندنا يعني روايات أئمتنا شو تنبه لي. احنا لا نعتبر الأئمة مشرعين ولا نعتبر ما يصدر منهم يمكن أن يتطرق إليه الشك، ليش؟ لأنهم معصومون،
والعصمة أكثر من مرة إحنا ذاكرين مو بعبع، لون من التهذيب العالي المعصوم مهذب تهذيب عالي بحيث لا يصدر منه ما ينافي الحقيقة والواقع. هذا هو معنى العصمة، مع القدرة، مع وجود القدرة. يعني الإمام يقدر يعصي لكنه لا يعصي، ويقدر يترك الواجب لكن لا يترك الواجب، لعنده لون من التهذيب العالي، هو هذا معنى العصمة. فأنا إذن النبي الإمام ما اعتبره مشرع أبدا، الإمام واسطة بيني وبين رسول الله، هذا واقعنا. يقول الإمام الباقر: إنما نحدثكم بأحاديث نكنزها عن جدنا رسول الله كما يكنز أحدكم ذهبه وفضته. هذا إحنا، لكن كل ما في الأمر أن وسيط مأمون، وسيط لا يتطرق إلى قوله الخلل، هذا مو أكثر. وإلا إحنا ما ندعي أن أئمتنا مشرعون أبدا، التشريع لله، إن الحكم إلا لله. نبه.